النداء. لماذا نادى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في قرآن يتلى إلى يوم الدين 90 نداء في هذا القرآن الكريم؟ يا أيها شرف عظيم للورى. لماذا يقال دائما إذا سمعت قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا فرعها سمعك؟ لا يمكن أن يصل إلى قلبك جلال النداء وروعة النداء ويعمل في قلبك التكليف الذي يحمله هذا النداء إلا إذا عرفت جلال المنادي وجمال المنادي وكمال المنادي وعظمة المنادي سبحانه سبحانه سبحانه. يا أيها نادى بها من آمنوا من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء. ماذا قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين في هذه النداءات الإلهية؟ أن تعلم أن الله جل وعلا حين يقول يا أيها الذين آمنوا إنما يريد أن يثير انتباهك. هل هذا أمر أو علامة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لشهادة مين؟ الله. النداء النداء. يأتيكم في الأوقات التالية.